وفي مشاغل الفلاح الجانب الفقره ذي انا الحق نتاع ربي نتحسن منها شويه نتحسن منها فيش خاصه في انه العباد الفقره اللي العباد تدق عليها علينا الباب من خلالها وتحكي لنا على مشاكلها خاصه الحاجه اللي بالرسمي تشوفها ديفيكولتي كبيره على الاخر اليوم الفقره هذه هزتنا المنطقه الشرفين من معتمديه منزل بوزلفه باش نحكيوا مع سي مجيد العويني نستناو شوية لطن لهنا نحكي أنا أي كنعرفش المسالك الفلاحية المسالك الفلاحية المسالك بالرسمي وحدك المسالك الفلاحية مالوروزمون أنا واحدة من الناس كيف ما كنت نحكي لك ما نجمش بالرسمي ما نحكيش عليه المسلك الفلاحي الرومية واحد والرومية اثنين هذايا مسلك فلاحي يربط بين معتمديتين معتمدية قربة ومعتمدية معتمدية منزل بوزلفة مسلك فلاحي والله يعاون العباد الكل صدقوني راهو فما ما يقارب 180 عائلة والأكثر معلومات باش نتعديو لسي مجيد العويني على سلامة سي مجيد ألو على سلامة مرحبا بك سي مجيد كنت عرفنا بروحك شوية وبإيجاز من فضلك لا مع الرسول احنا نسكن في منطقة ريفية بيه كنت تقول لنا انت شكون بالضبط يا سي مجيد احنا نداء للسيد المعتمد السيد الوالي السيد وزير التجهيز السيد رئيس الدوله حول طريق الروميه رقم واحد باهي واثنين زيد اي عندنا حوالي 180 مساكن عندنا نعانيو في مشكله طريق ربي يرحمنا بالمطر سب المطر ما نجموش نتعدوا يا مرضى المريض ما نجموش نتعدوا عنده دور في السلاحه في السلاحه معنا وليداتنا يروحوا في الناس البيت أو يرجع معنا نروح يجب يدخلها من النقل كده طريق مريقل عنده دور هام للطريق هذا بيه هو نعرفه أنه أنا خطر بحكم بنت الجهة نعرفه أنه الطريق ذاك يربط ما بين زوز معتمديات معتمدية منزل بوزلفة ومعتمدية قربة بيه احنا توصلتوا مع معتمدية قربة وإلا كان منزل بوزلفة كهو احنا تابعين ما تمديت منزل بوزلفة من طلق من طريق منزل من طريق اللي يدخل الكثيرات الشرفين الكثيرات هذا كان منزل بوزلفة فما كانت زوز كيلومتر معناها الطريقة ذي المسافة متاعه زوز كيلومتر اي حوالي زوز كيلومتر حوالي زوز كيلومتر وما صار حتى شيء منذ ذلك التاريخ ما عملوا جاوا عملوا الدراسة هذيك المرة الأولى المرة الثانية ومن بعد ما صار حتى شيء فهمت. احنا ما نسأل بين حتى شيء من الدولة ما تنظرنا في الطريق هذاك ما اخذ الطريق هذاك عنده دور رئيسي في الفلاحة في كل شيء واضح مشكور جدا سي مجيد وان شاء الله يكون صوتك وصل انا بيدي ان شاء الله ربي يوفق اللهم امين يا ربي احنا ناس عدينا كانوا بعثونا شويه تصاور من الطريق هذاك طريق الروميه واحد والروميه اثنين سامحني ايمان مش نشوف في الطريق انا ماهوش طريق بصراحه ماهوش طريق كيفاش هذاك بحيره رسميا تصور صيفا ولا شتاء بالحق كيفاش العباد تتعدى سوقتو كي تصب المطر انا راه في ميلوس وطبعا احفر حاجه كاتاستروفيك على الاخر بصراحه ربي معاهم مسلك فلاحي مهم جدا ايمان لغالب احنا كنا نسمعوا في سي عبد المجيد العويني اللي هو منطقه الشرفين معتمديه منزل بوزلفة شاهدنا صور كيف ما كنت نحكي صور هذوكم على فكره انا واحده من الناس نتعدى من الطريق هذاك على هذاك انا جول انسيست انه نحكي على الطريق هذاك اما مثال ديما نقولوا انه في كل من كل سامحوني اونتر كيمي من كل شوكة تطلع نواره ما شاء الله فما برشا عباد محلم على الاخر غاديكا برشا عباد قارين برشا عباد مالجري هذاك الكل مالجري كلك تصور بالرسمي اللي توجع القلب وقت اللي عباد تخلي في صبابتها على الكياس وتلبس صبات واحد اخر وانا نعمل هكاك على فكره خاصه في فصل الشتاء فما بالك من صيف في فصل صيف شنو يصير راهو برشا عباد مضحيه ومواصله وشده فك المنطقه ذيك حتى حد ما حب يبدل من بلاصته حتى حد ما حب يخرج من ارضه باش يمشي لبلاصه واحده اخرى وان شاء الله يكون صوتنا وصوتهم وصل ان شاء الله ايمان كل الدعم المسند زاد كيف في نفس السياق مشكل مشروع المسلك السلاحي لمنطقه سيدي حسون الهواريه واللي في شهر مارس 2023 قامت المعتمده بتوجيه ضبط المقترحات المحليه للتنميه الى السلطات الجهويه لهنا راهو اللي يحكي لهنا المواطن اللي اتصل بينا راهو اثر على الفلاحين
الناس اللي تعمل في تربيه النحل قالك ما عادش تعمل الزراعات كياس بالحق ما لقاش كيش يتعدي وكيفاش باش يخرجوا المنتوج نتاعهم. قالك الشباب الكل قاعد في القاوي بطال فما مع انه فما غاديك موارد مائيه فما الارض لكن المسلك المسلك الفلاحي اليوم كما تحكي انت ما ماهوش برشا 2 كيلومتر ونص. يعني انت 2 كيلومتر ونص شنو ينجم يحل الافاق للفلاحين وخاصه احنا كل الدعم المسانده لكم انتم ايمان وللفلاحين الموجودين في المنطقه ومناطق تونس الكل. مناطق تونس الكل ناس ونحب نعقب على كلامك شويه راهو صحيح الوقت يزحمنا اما راهو بالرسمي برشا شباب عاطلين على العمل عاطلين على العمل علاش عندهم اراضيهم وعندهم فلاحتهم لكن ما ينجموش يخدموا. يقولك انا ديما عندي حاجه معطلتني ديما وقفت لي حاجه في طريقي مالوروزمون. يعني كل الدعم المسانده نعاود ونقول ان شاء الله فما الفرج في القريب العاجل. هكا نكون وصلنا للختام حلقتنا. سعيده جدا ديما بتواجدي معاك انت زميلتي واختي وعشيتي وان شاء الله مسيره نتاعنا مازلت متواصله في هالبرنامج هذايا نسميه نتاعنا اجريكاب. تحيتي انا لكل المراسلين ونخلي كلمه الختام. انا نحب نقول شكرا للعبيد الكل اللي سند العبيد الكل اللي تسمع فينا العبيد الكل اللي تستنى فينا بدقيقة ودرجة وقتاش نعملوا ليميسيون هذه وقتاش نرجعوا إيمان وإيناس الثنائي الذهبي اللي ديما مع بعضنا إن شاء الله يا ربي نقدم لكم الدعم وإن شاء الله نكونوا أحنا ديما وصلت وسط خير بينكم وبين الإدارة المعنية. نحب نقول شكرا لكل من علي وأمل اللي تعديوا معانا اليوم في الصوت والصوت الرقمي واللايف ستريمينغ. مشكورين جدا يعطيكم ألف صحة وشكرا لفلاحتنا.